الكابتن الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي. مساء الفل يا أستاذ حسن. مساء النور يا أستاذ سامسون، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مبسوط؟ طبعا، يعني خلاص مدرب المنتخب تم الاستقرار عليه واعلن اسمه. واي حد، انا كنت هبقى مبسوط، لان المهم القرار يعني، وزي ما انت قلت احنا بنساند مدرب المنتخب. بس انا ليا شويه ملاحظات ممكن اقولها. ارجوك. اولا، اللي بيقول ان حسام البدري فشل مع المنتخب الاولمبي فما ينفعش يمسك المنتخب الاول، ده برضو حكم مش دقيق. لأن حسام البدري من وجهة نظري أنا، وقلت ده من زمان، نجح مع الأهلي لما خد الدوري ولعب كرة جماعية مميزة جدا، وكان الأهلي أحسن فرقة بتلعب كرة في الوقت اللي كان فيه حسام البدري بيدرب الفريق، وعمل شكل انضباطي للفريق. أنا من المعجبين جدا بإيهاب جلال، لأنه بيتابع وبيطور نفسه، ويعني بيحضر بيعمل فترات معايشة. لكن في النهاية شهادتي لحسام البدري انه نجح مع الاهلي في الفتره اللي اخذ فيها الدوري اخر مره. تمام. يعني مش المره اللي فاتت دي، اللي قبلها طبعا. مظبوط. هنا بس ارجع للملاحظات. الحقيقه لم يكن جائزا ابدا ولا يجوز اطلاقا ان اللجنه، انا هقول اتحاد الكوره بقى عشان حكايه اللجنه دي. اللجنه صعبه شويه. اتحاد الكوره يعلن عن 5 اسماء مرشحه لتدريب المنتخب، هذا كان خطا جسيما. نمره 1. نمره 2، الخطا الثاني لا يجوز ابدا تحط الكابتن حسن شحاته مع ال5 اسماء، لان صح. يعني المقارنه ظالمه. المقارنه ظالمه، او لازم يبقى في تقدير للقيمه ولا التاريخ. صح. كان غير مقبول على صح. لان في النهايه دلوقتي بعد ما انت اخترت حسام البدري معناها ان انت ما اخترتش حسن شحاته. بالظبط كده. فدي مش حلوه في حقه. فالاعلان عن ال5 اسماء غلط، واعلان ان الكابتن حسن شحاته ضمن ال5 اسماء وضعه في مقارنه مع تقديري ليهم جميعا. صح. لكن ده لم يكن يجوز بالنسبه للكابتن حسن شحاته ولا يجوز من اتحاد الكوره. متفق مع حضرتك جدا. نمره 3، لا يجوز ابدا برضو ان اللي بياخد القرار يعمل عمليه جس نبض عشان يستمد القرار الصحيح من الراي العام او من السوشيال ميديا، ده برضو غلط. نمره 4، مش معقول ابدا تعلن يعني لجنه ان في مدير فني وتقعد شهرين سايب الناس عماله تقول حسام، ايهاب، جلال، مش عارف مين. ثم امبارح بالليل كان ايهاب جلال. صح. النهارده الصبح رحت محودين وقلت حسام البدري. ماشي تمام، خلاص ده قرار، لكن ليه قعدتوا شهرين؟ وازاي تقعدوا؟ لا، وفي بعض الناس كاتبين النهارده في بعض المواقع كلام متهيألي في بعض المنطق، حضرتك تأكده انه زي ما حضرتك قلت دلوقتي، لحد امبارح بالليل الكلام كله كان ايهاب جلال. النهارده الظهر فوجئنا بحسام البدري. معنى كده ان الفتره اللي اختلف فيها الراي ما بين ايهاب جلال وحسام البدري ساعات، فالبعض بيقول لك يبقى ازاي ده قرار مدروس اللي انت غيرت فيه في ساعات قليله. طبعا هذا قرار ليه اسباب. هم يقولوا الاسباب. تمام. مش انا. تمام. هم يقولوا الاسباب. صح. لان انا الحقيقه يعني كفايه بقى ان احنا نبقى في مجال وتتخذ قرارات ومحدش يعرف السبب ايه. طالما الاسباب مشروعه، خلي بالك انا بختار كلامي كويس قوي. جدا. طالما الاسباب التي دعت الى تغيير اختيار إيهاب جلال إلى حسام البدري أسباب مشروعة ومنطقية، لابد أن تعلن هذه الأسباب بوضوح عشان الناس تفهم بس إحنا ليه بنختار وعلى أي أساس. صحيح. هي صحيح. الحكاية بلها نادية خد سوزي، ولا الحكاية بالضبط دراسات وتقييم. مزبوط. وفلسفة ورؤية لمنتخب مصر القادمة والاستراتيجية اللي إحنا عايزينها من المدير الفني. الحقيقة أنا هختم كلامي يا تامر بأن أنا معجب جدا باللجنه اللي عملت حاجات بسيطه لكن كلنا كنا منبهرين بيها مع انها بسيطه. صح. جدول الدوري، حفله القرعه، الشباب اللي موجود، الاختيارات. لكن انا الحقيقه بسجل وبحط كده خط تحت موضوع اختيار مدرب المنتخب، لانه كان فيه مجموعه اخطاء كثيره جدا عملت رد فعل للاسف اللي موجود حاليا على السوشيال ميديا. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن المستكاوي،
الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير. والحقيقة يعني مفيش كلام يتقال في الكورة بعد كلام الأستاذ حسن، أنا متفق معاه 1000000%.